السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام، تحية طيبة لكم أينما كنتم. أخوان، هناك اليوم عندنا خبرين، خبر واحد يعني مو ذات أهمية، ولكن الخبر الثاني مهم جدا، وأنه هذه العائلة العراقية كيف استطاعت العبور من تركيا إلى اليونان إلى برغامو الإيطالية، وبعدين توجهت إلى فنلندا. هنا شي يقول: عبر رجلان الحدود الشرقية إلى روسيا وقد يظل مصير الآخر لغزا أبديا. يعني حقيقة هو مو ذات أهمية، ولكن شوف الإجراءات الروسية كيف تعامل مع هذا الشخص. ظهرت حالتان لأشخاص يعبرون الحدود البرية من فنلندا إلى روسيا دون إذن في منطقة حرس الحدود بجنوب شرق فنلندا في مايو. طبعا حرس الحدود الفنلندي ما يعرف الناس اللي عبرت باتجاه العكس، يعني من فنلندا إلى روسيا. طبعا الخبر هذا، وبعدين وراء خبر العائلة العراقية اللي وصلت إلى فنلندا عن طريق برغامو الإيطالية. هنا يقول: حقق حرس الحدود في جنوب شرق فنلندا في حالتين عبر فيهما شخص الحدود من فنلندا إلى روسيا دون إذن مسبق. طبعا هنا يقول: وقع الحادث الأول في بداية شهر مايو في راكيلا، يعني 1/6 إمتارة، وبحسب حرس الحدود عبر الرجل الفنلندي الحدود البرية إلى روسيا، لكنه عاد على الفور، واحد من عندهم رجع. ويحقق حرس الحدود في الحادث باعتباره جريمة على حدود الدولة، عادة يتم فرض غرامة في مثل هذه الحالات. يقول: واحد من عندهم حرس الحدود الروسي بقى الرجل في روسيا، أما الحادث الثاني فقد وقع في اليوم الأخير من شهر مايو في فانيكيلا لابرينتا. يقول: ذهب الرجل إلى روسيا ولم يعد، وقال رئيس التحقيق الملازم ماتي رينتن من حرس الحدود في جنوب شرق فنلندا أنه أصيب على يد الروس. يعني الروس من شافوا دخل يعني من فنلندا إلى روسيا ضربوه. تلقت السلطات الحدود الفنلندية إخطارا بشأن عابر الحدود المعتقل من السلطات الروسية، وتتم معالجة قضيته في روسيا. يعني بعد ما ألقوا القبض عليه وضربوه، والآن تتعالج قضيته. يعني الروس حقيقة مو مثل الأوروبيين، يعني لما يدخل واحد عندهم يحتضنوه ويدخلوه، وإذا طلب لجوء يحولوه إلى دائرة الهجرة. لا، الروس مباشرة ضربوه. وتحول سلطات الحدود الفنلندية الحصول على مزيد معلومات من الروس حول الرجل ومصيره مثل الإجراءات القانونية المحتملة، ومع ذلك فمن الممكن أنهم لن يقولوا أي شيء. يعني تصورون أن المعبر الحدودي غير المصرح به في فنلندا إلى روسيا تسترعي انتباه سلطات الحدود على الحدود الشرقية من وقت لآخر. طيب الآن أخواني، عائلة عراقية تحمل إقامات مزورة، هذه العائلة استطاعت أن تسافر من تركيا إلى اليونان ومن اليونان إلى إيطاليا وبعدين إلى فنلندا. الآن تقولوا لي: ليش مو من اليونان إلى فنلندا؟ أخواني الأعزاء، هذه الدول الإسكندنافية وغيرها تحقيق، وحتى عندهم ضباط هناك موجودين في اليونان. أما بالنسبة لإيطاليا، فالكثير من العوائل العراقية وغير العراقية اللي يحملون فعلا بطاقات مزورة أو إقامات مزورة استطاعوا الولوج من مطارات اليونان إلى إيطاليا، لأنه ليس هناك مراقبة مشددة. وفي شهر مايو آيار، يعني النهاية مالته، وصلت عائلة عراقية، يعني شهر الخامس، مكونة من 4 أفراد، تصور عائلة من 4 أفراد، إلى مطار لابرينتا قادمة من برغامو بإيطاليا. وأثناء تفتيش الحدود تم العثور على تصاريح إقامة مزورة بحوزة الأسرة. تقدمت العائلة، شوفوا لحظة أخواني، يعني الآن تعتبر هي جريمة، ولكن قال: تقدمت العائلة بطلب اللجوء، لذا تم تحويل قضيتهم إلى مكتب الهجرة. أريد أقول لكم على معلومة مهمة، أنه الإنسان لما يخترق حدود الدولة يعتبر جريمة، ولكن عندما تقول أني أريد أقدم لجوء جئتكم لاجئ، مباشرة يسقط عنك حق جريمة الدولة وتحويلك إلى سلطات أو دائرة الهجرة. ويحقق حرس الحدود بجنوب شرق فنلندا في المكان الذي حصلت فيه العائلة على الوثائق المزورة وطريق وصولها من العراق إلى إيطاليا. تتصورون من العراق إلى تركيا إلى اليونان إلى إيطاليا. ونحن نحاول
نتعقب ما إذا كان شخص ما يقوم بتصنيع المستندات في أوروبا أو في مكان آخر كما يقول الملازم ماتي رينتن من حرس حدود في جنوب شرق فنلندا. إذن إخواني الأعزاء هناك لحد الآن ناس دا توصل بهذه الطريقة عن طريق المستندات المزورة، وحسب المحققين يقول تم وصولهم من العراق إلى إيطاليا. تشوفون هذه هي الكلمة من العراق إلى إيطاليا، لم يقل من داخل الاتحاد وإنما قال من العراق إلى إيطاليا. وبطبيعة الحال من العراق إلى الدول الأوروبية لا يوجد طيران، إذن البلد الوسيط هي تركيا وبعدين اليونان ومن اليونان إلى برغامو أو من تركيا مباشرة إلى برغامو. إخواني الأعزاء هذا كان خبرنا، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.